اهلا بحضرتك استاذ حسام بيه، واهلا باستاذه هبه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني لقاءات مختلفه وكثيره وممتده ما بين مصر والصين، خاصه في الفتره الاخيره، وعززتها زيارات للرئيس السيسي الى الصين وزياره ايضا مماثله للرئيس شي جي بينغ. يعني كيف ترى تطور مسار العلاقات الاقتصاديه ما بين مصر والصين؟ الحقيقه العلاقات الاقتصاديه بين مصر والصين تتطور تطور كبير بقفزات، ونستطيع أن نقول طفرات. ولم تشهد العلاقات المصرية الصينية منذ منتصف القرن الماضي، أي منذ بدايتها، هذا الكم الإيجابي من علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وأيضا على كل المسارات. ولكن إذا تحدثنا على العلاقات الاقتصادية والميزان التجاري، نجد أنه ارتفع من 9 مليار دولار حتى اقترب من 19.7 مليار دولار عام 2021، وهو رقم لم يعني يحدث خلال 50 سنة. وللمرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية الصينية تقوم مصر بتصدير إلى الصين بما قيمته مليار دولار. وهذا يعني شأن رائع يخدم مصالح الدولتين الصديقتين. طيب دكتور ضياء، خليني كمان أعرف من حضرتك، لأنه يعني إيه هي أكتر المجالات اللي ممكن أو نتوقع فيها زيادة في التعاون الاقتصادي والتجاري ما بين الصين ومصر؟ لأنه الحقيقة إحنا بنتكلم عن مجالات كتير مختلفة ممكن يكون فيها تطور كبير، بنتكلم عن البنية التحتية، بنتكلم عن الصناعة، بنتكلم عن الطاقة الجديدة والنظيفة، خصوصا أنه البلدين مصر والصين مهتمين بفكرة أو عندهم التزامات وعندهم تعهد كبير فيما يتعلق بموضوع التنمية المستدامة. كمان مجمعات صناعية في منطقة السويس. وما ننساش كمان أن مصر بنت 22 مدينة جديدة، فبالتالي إيه هي المجالات اللي ممكن نقول أنه دي هتشهد تطور كبير في الفترة القادمة بين مصر والصين؟ هو الحقيقة الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر، وهي الشريك التجاري الأول ل 120 دولة. فالصين لديها تكنولوجيا متقدمة ولديها براءات اختراع جديدة كثيرة، حتى أن البعض كان متفاجئ، ولكني لم أفاجئ، بأن الصين سجلت 69 ألف براءة اختراع عام 2020، وهي المرة الأولى في تاريخها التي تسبق الولايات المتحدة الأمريكية في براءات الاختراع، لأن الولايات المتحدة سجلت 59 ألف براءة اختراع في 2020 والصين سجلت 69 ألف. هذا يعني أننا يمكن أن نعتمد على التكنولوجيا الصينية. وكما ذكرت الأستاذة هبة العزيزة، أن الصين لديها ما تعطيه ولديها تكنولوجيا متقدمة، وأرى أن البنية التحتية طبعا من الأشياء الهامة التي لدى الصين فيها تقدم جيد. مصر تعطيها الطاقة، الغاز والنفط، لأن الصين لديها متاعب في الطاقة، ولذلك هي لجأت إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. ولدينا تعاون كبير في هذا الشأن مع الأصدقاء في الصين. مصر أيضا صدرت إلى الصين بجانب النفط والغاز الفواكه، وده كان في عام 2018-2019، لأن قبل كده ما كناش بنصدر فواكه للصين، ولكن هناك إرادة سياسية متبادلة بين الدولتان الصديقتان الكبيرتان بأن نتعاون وأن نتبادل. صدرنا أيضا أحجار الرخام، واستوردنا بقى كثير من التكنولوجيا وكثير من الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية، السيارات الكهربائية في طريقها أيضا، وأشياء أخرى متعددة. طب لو رحت مع حضرتك كمان لمبادرة الحزام والطريق الصينية، وأنا عارف أن الصين بتولي اهتمام خاص بهذه المبادرة اللي ربما تشكل أو تعيد تشكيل العالم اقتصاديا مرة أخرى، ونحن على علم أن مصر لديها مكانة خاصة في هذه المبادرة باعتبارها لديها قناة السويس والمناطق الاقتصادية اللي هتخدم حركة أو هتخدم حركة التجارة الدولية، أيضا هي بوابة إفريقيا والعرب. ففيما يتعلق بمصر ومبادرة الحزام والطريق وقناة السويس، ما الجديد في هذا الشأن؟ الحقيقة مبادرة، ده سؤال مهم جدا، مبادرة الحزام والطريق اللي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج في 2013 فور توليه السلطة، هي مبادرة
في اعتقادي الشخصي وحسب رؤيتي وتحليل الأمور أنها مبادرة القرن، وأننا نستطيع أن نطلق عليها هذا الاسم أو هذه التسمية، لأنها بالفعل مبادرة ستغير وجه العالم وستنتهي. لم تعلن الصين بشكل واضح، ولكن هناك تلميح بأنها ستكتمل في عام 2049، يعني لسه قدامنا مسافة، ولكن هي انطلقت بنجاح. مصر لديها أهمية قصوى في إنجاح مبادرة الحزام والطريق، لأن مصر لديها الريادة عربيا وعلى الدول العربية والريادة الإفريقية. مصر في موقع جغرافي مهم جدا لاستمرار نجاح المبادرة، وهناك تبادل للمصالح المشتركة بين الدول، وهذا ليس عيبا، يعني أن نكون أصدقاء مع أصدقائنا في الصين، وأن نتبادل المصالح وأن نتبادل العمل التجاري والاقتصادي. هو اللي حضرتك بتقوله بالفعل يا دكتور ضياء، مسألة يعني دور مصر المحوري في مبادرة الحزام والطريق بيأكد فكرة أنه الموضوع عبارة عن منافع متبادلة أو مصلحة متبادلة، في استفادة متبادلة من كل الأطراف، مش ممكن وصفها أبدا بأي شكل مختلف. كمان بخصوص النقطة دي عايز أخد رأي حضرتك في يعني كمان لما بنتكلم أنه مصر طيلة الفترة الماضية كانت مركزة جدا في توقيع اتفاقات للتجارة الحرة مع عدد من بلدان العالم، إزاي ده ممكن يساعد الشركات الصينية أو يفتح المجال ويفتح الباب قدام الشركات الصينية أنها توصل لأسواق أكبر ومستهلكين أكبر، وإحنا عارفين أن الصين يعني بتصدر لكل دول العالم، فلما يكون في كمان عنصر الاتفاقات التجارة الحرة اللي بتعملها الشركات المصرية أو بتعملها مصر، وضيف لده التعاون بين الشركات المصرية والصينية، قد إيه ده ممكن يخدم الصين؟ بالضبط يا فندم. الصين أولا الشق الأولاني من كلام حضرتك هو شق هام جدا، حتى لا يذهب بعض المتحفزين ضد العلاقات الصينية العالمية ويرددوا بأن هذا يعني وكأنه شأن يخدم الصين فقط، أو أنها أطباع صينية في إفريقيا. الحقيقة هو تبادل تجاري مشروع وطبيعي، وأن المصالح المشتركة من خلال التبادل التجاري والتنمية هي يجب أن نشجعها، لأنها في النهاية تخدم الإنسانية وتخدم البشرية، وليست من خلال حروب تنمية تنمية بيستفاد منها الكل. بالضبط بالضبط، بعكس الحروب والصراعات التي لا تستفيد منها الدول الوطنية، والتي لاقت أفريقيا فيها ويلات خلال 100 سنة، وهي تتخلص الآن من الويلات القديمة. وبالتالي يجب أن نتفق جميعا على أن الصين التي تعمل بشكل إيجابي لتبادل التجارة والمصالح والاقتصاد والمنافع، هذا أمر لا يمكن إنكاره أنه مشروع. الصين سيدتي الفاضلة وأستاذي الكريم هي أول دولة في العالم تقوم بتنظيم معرض لاستقبال الصادرات من الدول الأخرى، وكانت مصر ضيف الشرف على فكرة في المعرض الأول في شنغهاي، وكان وفد مصر يترأسه السيد دكتور مصطفى مدهولي رئيس الوزراء، وذهبت 54 شركة مصرية لتقول الصين للعالم ماذا يمكن أن تصدر لنا، نحن نريد أن نتعاون معكم. بالنسبة للشق الثاني لسؤال حضرتك، أن مصر طبعا تستفيد جدا، وهي مصر تنطلق إلى دولة جديدة، إلى جمهورية حديثة. مصر ما فعلته في السنوات 7 الأخيرة لم تفعله في 70 سنة، لم تفعل هذا. الآن نحن لدينا فرصة كبيرة وطموح ضخم لأن نكون بين أفضل 10 اقتصادات في العالم، والمؤسسات الدولية ترشحنا إلى هذا برغم الوباء تجاوزنا، ودول كثيرة تنظر إلى هذه التجربة أن معدلات التنمية في مصر تزداد بشكل كبير برغم التحديات العالمية. مبادرة الحزام والطريق تخدم رؤية مصر 2030، لأنها مصر تسير في فكرة وفي شأن وفي أسلوب ومشوار البنية التحتية ودعم البنية التحتية. منطقة قناة السويس سوف تكون كنزا للعالم، ولن يمكن الاستغناء عنها أو عنها، بل بالعكس الاتفاقيات المصرية الإفريقية والمصرية الدولية زي اتفاقية كوميسا، زي تعاوننا مع مجموعة الإيكوس، مع
في غرب أفريقيا، اتفاقية أغادير، كل هذه الاتفاقيات كما ذكرت حضرتك سوف تكون ممرا آمنا ورائعا للبضائع الصينية والتجارة الصينية. مسألة غاية في الأهمية، يعني فكرة أنه أنت فتحت بوابة مش بس لمنتجاتك، لا لمنتجات الدول الأخرى اللي بينك وبينها علاقات وشراكات اقتصادية وتجارية يستفيد منها كلا الطرفين. تطور مهم الحقيقة جدا في العلاقات. أحمد شكرك. بالضبط يا فندم، بالضبط. وبعدين حضرتك مصر كمان ليست طريقا أو ممرا فقط، ولكن لدينا من المتدربين المهرة من الصناعيين والحرفيين. التأهيل الفني في مصر لم يلقى اهتمام الدولة، عايز أقول يعني آخر 100 سنة، كما يلقى التدريب الفني والتدريب المهني هذا الأمر. وأنا في شأن آخر رئيس الاتحاد العربي للتدريب بمجلس الوحدة الاقتصادية، وأرى وأتابع أن ما يحدث للتدريب الفني هو غير مسبوق، وأكاديمية التدريب الوطنية المصرية هي غير مسبوق، وكل هذا يمهد لأن يكون لديك المهندس المحترف، العامل المحترف، ثم لديك السوق. فالصين سعيدة بهذا التعاون، ونحن أيضا سعداء بهذا التعاون.